لك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العافية. في دراسة النظافة التي تعين الإنسان على الحياة السعيدة، أخذنا نظافة الأيدي ونظافة الطعام، ومن يوم أن بدأنا اليوم نأخذ قول الله عز وجل: واجعلوا بيوتكم قبلة. وقول الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. بحثكم اليوم المسكن وطهارة المسكن، المسكن الذي يجلب للإنسان السعادة والعافية ونشاط الحياة، وما يجب للمسلم أن يكون في مسكنه. الله عز وجل جعل تطهير المسكن واجبا دينيا على كل مسلم. البيت النظيف الطاهر هو بيت يصلح أن يكون قبلة للمسلمين، قبلة عبادة وقبلة عمل وقبلة طاعة، كذلك قبلة اقتداء في الكمال والاستقامة. اجعلوا بيوتكم قبلة، والقبلة هي موضع نظر المسلمين، ولا يقع نظر المسلم إلا على كمال ونظافة وطهارة. وأمر الله سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل تطهير البيت، البيت الحرام، بيت العبادة. أمرهم الله عز وجل أن يطهر البيت، والتطهير من الأقذار والأوساخ والروائح التي غير صالحة. فكل بيت من بيوت المسلمين وجب عليه أن يكون في هذه الصفة، صفة طهارة البيت ونظافة البيت وعدم وجود أوساخ أو أقدار في البيت. فأولا، النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب. إن الله تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. بين لنا أن اليهود قذرين، يحبون الوساخة ولا يحبون النظافة، وعند زعمهم كبقية العقائد الباطنية يعتبرون أن الوساخة وعدم النظافة يعتبرونها زهدا في الدين، يعتبرونها تقربا إلى الله. كل ما كان شعس وتعس أكثر يعتبر نفسه بأنه من أهل الدين وأهل الإيمان.
هذه بعض العقائد، وقد التقيت في ببعضهم، كنت في دعوة والتقيت معهم، دعوة تبليغ الإسلام، ودعيتهم إلى الصلاة، فواحد منهم قال لي أنا لا أصلي. مالك مسلم؟ ليش ما بتصلي؟ قال لي أنا صلي صار عمري 80 سنة ما مست الماء جسدي، 80 سنة ما تغسل. لذلك رائحته أنت من جيفة حمار. منتن، الإسلام أمرك بالنظافة حتى يكون جسمك دائما نظيف طاهر رائحته طيبة، فما بيستطيع يتوضأ كأنه ما مس الماء، ما بياخذ مي على ايده ولا بيستعمل الماء. ان زعم انه هذا الدين، هذا الاسلام اللي هو فهمه، الاسلام اللي فهمه انه زهد شوابه متصلين بدقنه، شفافه منبينه، لما بيحكي شفافه منبينه، انه شعر الشوارب مع الدقن سواء، وساخة وقذارة، هذه صفة من صفات اليهود. اليهود يحبون هذا الشيء، يعتبرونه زهدا، زهدا في الدنيا. أما الإسلام اعتبر الزهد أن تكون غنيا وتزهد بالمال، أن تكون صاحب مكانة وتظهر بمظهر الدراويش البسطاء، ما تتكبر على الخلق. ففي فرق بين فهم الإسلام وعدم الفهم. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من تراب صلى الله عليه وسلم، وأرضه كانت كذلك من تراب، لا كان في شمينته ولا في بلاط، ولا كان من تراب. مع ذلك كان أحدهم يقول: ما دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت فيه قذاثا. القذاث الأشي يلي بتضر العين، ما وجد في بيت النبي أشي. فمعناته قديش بيت النبي نظيف صلى الله عليه وسلم، وهو تراب وجدرانه تراب، لكن النظافة ما دخلت لا بالتراب ولا بالفقر. الإسلام جمال، الإسلام نظافة، نظافة وطهارة. إن الله نظيف يحب نظيف، إن الله طيب يحب الطيب. فإذا كان المسلم ظهر بمظهر الكمال فهذا فقه الإسلام. أما مسلم وسخ وشعث ثيابه أو بيته وسخ فهذا ليس بمسلم. والنظافة للبيت، نظافة البيت مسؤولة ومطلوبة من المرأة كما أنها مطلوبة من الرجل. فلا تظن أن المرأة هي وحدها المطلوبة عن نظافة البيت، كذلك الرجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يكنس بيته، هو يكنس البيت وهو يقم البيت صلى الله عليه وسلم، كان يقم البيت ويكنسه. فإذا كان النبي عم ينظف معناته الرجل كمان مسؤول عن نظافة البيت. أما الرجل يترك ويمشي ما سأل، والمرأة كمان ما لا سأل، فالبيت بيصير بؤرة للأقذار والأوساخ التي تجلب الجراثيم وتجلب الأمراض. فكلما كان البيت في وساخة أكثر كل ما بيجلب الأمراض أكثر، بيربي الصراصير وبيكتر الدبان وبيربي العناكب، العنكبوت، هذا من وساخة البيت وأهل البيت. أما مسلم في بيته يوجد عنكبوت أو في بيته في صراصير أو يكثر الذباب، هذا مسلم وسخ والمرأة وسخة، والله لا يحب البيت الوسخ ولا يحب الرجل الوسخ. فالنبي قال لا تشبهوا باليهود، اليهود مخليين بيوتهم
على وساختها. المفروض بالمرأة أن يكون بيتها كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس، أن تكون كشامة في أعين الناس، أن يكون البيت كذلك، كمال في نظافته في طهارته، بحيث لو وقع الزيت وانكب على الأرض نلحس بلساننا من نظافة الأرض وطهارتها. هذه المرأة المؤمنة التي فقهت دينها وفقهت إسلامها. أما المرأة التي لم تتعلم الإسلام ولم تتفقه في دين الله، تجد بيتها مكنفش قايم، هون لحشي الصبابيط، هون لحشي الأواعي، هون لحشي، هذا بيت غير إسلامي. البيت الإسلامي هو البيت المونق يلي دائما متقن في تنظيفه وترتيبه وتدبيره. هذه المرأة المسلمة التي طلب الإسلام منها أن تكون على نظافة وطهارة. فصلى الله تعالى عليه وسلم قال: ما من امرأة ترفع من بيت زوجها شيئا أو تضعه، غيرت محل الكراسي، غيرت محل الطاولات، غيرت من هون، حتى دائما تجعل بيتها جديد. المرأة العاقلة كل أسبوع بتعمل لبيتها ديكور جديد، مرة بتنقل التخت لهون، مرة بتنقل الكنبايات لهون، تقول له لزوجها شو شايف البيت؟ متوسع شوي، ليه؟ البيت بيت، لكن تبديل والتغيير بتعمل ديكور جديد في نظر الزوج. ما من امرأة ترفع من بيت زوجها شيئا أو تضعه تريد بذلك الإصلاح، تزين بيتها، تجمل بيتها، تصلح بيتها. هي المرة الصالحة، ما المرة الصالحة اللي بتصلي كتير، ما المرة الصالحة اللي بتحط الحجاب، لا، المرة الصالحة التي تصلح بيتها، تريد بذلك الإصلاح إلا نظر الله إليها، إلا نظر الله إليها. وإذا نظر الله إلى عبد لا يعذبه أبدا. هذا لستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نظر الله إليها. هي شو عملت في بيتها؟ رفعت الطاولة من هون حطتها هون، رفعت الراديو من هون حطته هون، زينت بيتها كل يوم عم تعمل زينة شكل. نظر الله إليها، والله إذا نظر إلى عبد لا يعذبه أبدا. فأديش الإسلام أعطى المرأة الكرامة، هي كرامة نظر الله إليها. إذا رفعت من بيتها شيئا ووضعته تريد بذلك الإصلاح. هذا من ناحية، ناحية نظافة البيت صلى الله عليه وسلم. كذلك رغب المرأة في تنظيف البيت، وجعل البيت غير النظيف لا بركة فيه ولا خير فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترفع البركة من البيت إذا كانت فيه الكناسة، ترفع البركة من البيت إذا كانت فيه الكناسة. ترفع البركة معناتها هذا البيت لو دخل عليه نهر من الذهب ما بيبين، ما في بركة لا في طعامه ولا شرابه ولا في أهله ولا في ولده، ما في بركة لوجود الكناسة في البيت. معودة المرأة في البيت بتكنس وبتحط الوسخ ورا الباب وبتحط بوشن المشي، ما هيك معودة المرأة؟ تحط المشي بوشن، هذه مرأة وسخة، لازم تقيم الوساخ، تقيم الأقذار. وإذا كان موجود الوسخ فالملائكة لا تدخل. هذا الحديث النبي قال ترفع البركة،
حديث ثاني قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه الكناسة. إذا وجد فيه الكناسة والوساخة ما بتدخل. هذا كيف إذا كانت تركة المجلى عايم بالجلي، تركته فطرت وبعد الفطور خليت المجلى معبى واجت مشان صلاة التراويح، مشان تصلي التراويح، خير لها من صلاة التراويح، افضل من صلاة التراويح تنظف بيتها وتجلي الجليات وتخلي المجلى نظيف، فبتترك الجلي تجي بيطلعوا الصراصير على الجلي وبيطلعوا الصراصير على الوسخ، فبينقلوا الجراثيم الى البيت ونحن ما لنا حاسين، فما بنشوف الا الرجل او المراه او الولد، هذا دب دبل من هون، هذا مريض من هون، شو سبب المرض؟ وساخه المراه في بيتها. فلذلك ما بيصح ان يبقى في البيت ثلاثه اشياء شدد الدين فيها: الكناسه في البيت، وإناء قذر في البيت، يعني إناء ما انجلى، إناء ما انغسل، هذا في البيت كذلك شدد الإسلام عليه، وشدد على وجود الطعام مكشوفا. ثلاثة يدهم ما بيصح يكونوا في البيت، فبدأ تنظف المجلى، نظف البيت حتى ما يبقى أثر، نترك أثر لي الجراثيم أن تنتقل من إنسان إلى إنسان. تركة الطعام مكشوف بيجي الدبان بيهدي عليه، خاصة الدبان الزرقاء، الدبان الزرقاء بمجرد ما تقع على الطعام بتبيض بيض الذبابة. إذا اعتبرنا قديش بتبيض في اليوم، ممكن أن تبيض أكثر من 4000 بيضة، وهدت على الطعام باضت، تريك الطعام ثاني يوم بتلاقي الدود عم ينغف فيه. هذا الدود شو هي؟ هذا كله من بيض الدبانة. هاي المرة ما لها فهمانة، اللحمة تركتها مكشوفة تجي الذبابة عليها بتبيض عليها، فبصير البيض بيطلع دود. شو بدها تعمل؟ بتغسلها وتروح تطبخها. فهذه امرأة ما فهمت الإسلام ولا دين الله عز وجل. فلا يجوز أن تبقى الكناسة، ولا يجوز أن يبقى في البيت وسخ أو قذر. اسمعوا يا إخواني، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي جلس عدة أيام لم ينزل عليه الوحي، والنبي معود الوحي دائما يتردد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كان عند النبي خادمة يقال لها خولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خولة، ما حدث في بيتي؟ شوفي بالبيت، لقد تأخر الوحي علي، الوحي ما عم ينزل، شوفي بالبيت. فخولة قالت: فقلت لو هيأت البيت لرسول الله، لو نظفت له اياه وكنست له اياه. قال: فكنست البيت فأهويت تحت السرير. عم تكنس حتى تحت السرير، هلا يعني المرأة بتمسح من برا لبرا، تحت السرير ما بتمد ايدها، تحت الكنبايات ما بتمد ايدها، من تنبلت وكسلنت. قال: فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا بجرو ميت، جرو فايت لبيت النبي، قاعد تحت التخت ميت تحت التخت. فحملت الجرو وكبته لبرا وراء الجدار ونظفت البيت، فنزل سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، بيت النبوة، نزل جبريل فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: لما تأخرت علي يا أخي يا جبريل، لما تأخرت؟ فقال جبريل صلوات الله عليه: أما علمت أن
لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. لا ندخل البيت إذا فيه كلب، الكلب يمنع نزول الملائكة إلى البيت. هلأ رح نصير مثل أوروبا، صار كل واحد بده ياخذ كلب يعمله خليله، يعمله صاحبه، كل ولف على ولفه يلفي. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الصورة المجسمة يلي تشبه الأصنام، لا تدخل الملائكة هذا البيت. ولا جنب، إذا وجد الجنب في البيت ما متغسل كذلك الملائكة لا تدخل. لا تدخل البيت ليش؟ لأن الملائكة طاهرة نقية، تحب الطهارة والنقاء والصفاء، فإذا وجد في البيت جنب معناتها في نجاسة، إذا وجد في البيت صورة معناتها في عبادة لغير الله، صار في نجاسة، نجاسة نفسية ما نجاسة جسدية. فصلى الله على رسول الله، ما أنه ما عرفاني، لكن لما نظفت البيت طلع، فوحي يتأخر مشان جرو داخل ما في، ما عنده خبر، وأهل البيت ما عندهم خبر، فايت أنه بيت النبي ما فيه أبواب، عبارة عن برداية على الباب، ما في أبواب، ما كان أبواب، إنما برداية على الباب، اللي بده يدخل يوقف يستأذن صلى الله عليه وسلم. فلما صنعوا الأبواب أمر النبي أن يغلق الباب صلى الله عليك يا رسول الله. فإذا البيوت يجب أن تنظف وتطهر، والمرأة يجب أن تقوم بتنظيف البيت. ودخل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه إلى بيت بعض المسلمين، دخل عليه فوجد فيه عنكبوتا، والعنكبوت وين بيعشش دائما؟ بالساب بالزوايا. في بعض النساء لما بتدخل بدها تخطب لابنها، اول ما بتدخل وين بتطلع؟ على زوايا البيت، لما بشوف فيه عنكبوت او اثر عنكبوت تتركه بتمشي، ما عاد تخطب، انه هذا بيت وسخ، وما دام وسخ معناتها البنت اللي بدها تخطبها شو بتكون؟ نشأت على الوساخه، واذا نشأت على الوساخه ما فيها خير. في امهات تعتني انه بنتها تدرس، خليها تدرس، لكن ما بتعتني بنظافه بنتها، ما بتعلمها عن النظافه، ما بتعلمها على الطبخ، تتزوج البنت بيصير عندها ولدين وما بتعرف تطبخ لقمة أكل. هي الأم ظالمة لها ومضيعة لحق البنت. فمنهم تدخل تقعد على الكنبايات، خاصة إذا كان حفر بتطلع محل الحفر، إذا في غبرة معناتها وسخين ما بتفوت لعندهم، ما بقت تخطب من عندهم. يقول لك والله عندي بنات مثل الوردة، ليش ما حدا عم يرضى؟ تجي تخطب تهرب، ما بقى يرجعوا، ليش؟ من وساختك. البيت وسخ، عم تشوف الكنبايات وسخة، عم تشوف البيت وسخ، الحيطان وسخة، العنكبوت بالبيت، عم تهرب. بناتها بيكونوا مثل الوردة لكن ما في نظافة. فلذلك لما عم تفوت هذيك بدها تخطب دغري وين عم تطلع؟ عم تطلع على السقف، عم تطلع على زوايا البيت، بالبيت تحت الكنبايات، عم تطلع على الكنبايات. مرة بعض اللي بدهم يخطبوا لما دخلنا على البيت دغري طلع على التريا، مد ايده على التريا عمل هيك طلع غبرة، قال لي امشي لك جايين نخطب، قال لي وسخين على التريا شوية غبرة ما رضي، ماضي وسخين. فمعناتها وين النظافة؟ قديش الإسلام طلب بما يكون البيت نظيف، لما بفوتوا بينشرح الصدر لنظافة البيت، ريحته طيبة معطر نظيف،
لو كانت سمراء بيقبلوها، لكن بيضة وعيون زرق وما شاء الله بس وسخة وبيت وصيخ. بعد إذا ما أمها معودة على الوساخة، بكرة شو بده يكون بيتك؟ هلا في بعض الله عز وجل اللي سامهم، بعض النساء بتنظف ابنها، بتشلح ابنها بيربيز، شو بسموها؟ بامبيرز، بتحطها بالمغسلة، تخرب بيت اللي ما في ذوق، بالمغسلة بتنحط الكبية بتنكة زبالة، حاططها بالمغسلة أو بالحمام، حاططها الريحة طالعة والوسخ والدبان، ما تقيمي تكبيها، حطي لها كيس خاص سكريه حتى ما تطلع الرائحة. في بعض النساء ما بتنتبه إلى شيء هذا. فصلى الله عليه وسلم أمرنا بنظافة البيوت، نظفوا أفنيتكم يعني بيوتكم وحول البيت، من برا كمان نظف حول البيت، ما يكون في وساخة لا بالبيت ولا حول البيت. بعض أوقات بيت من جوا سرايا لكن من برا بنشوفه كله وصيخ، فاللي بده يفوت من برا ما بيفوت. كانوا من أول ينظفوا البيوت وبرات البيت، دائما كل واحد يطلع يكنس قدام بيته ويرش قدام بيته، هيك كانوا الناس. فشو صار لهم الناس؟ كل ما تثقفوا أكثر تسكفوا أكثر. الثقافة انقربت عليه هون سخافة أو سكافة، يعني بده نص عقل نص شو بيسموه هذا، نص نعل لمخه، لازم يسكف مخك أنه ما عرفان النظافة. فصلى الله على سيدنا محمد الذي يعلمنا نظافة البيوت. فهي نظافة يا ابني، نظافة الحيطان ونظافة الأرض، نظافة الثياب. ثم عليه الصلاة والسلام دعانا إلى نظافة النفس في البيت، النفس أن تكون نظيفة، كمان البيت يكون طاهر للصلاة. عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة، يعني سورة البقرة. وأنا حتى ما يكون في شياطين في بيتك، مثل ما نظفنا البيت من الأوساخ ننظفه من الشياطين حتى ما يكون في شيطان، هذا يفكر انه شيطان وهذا يفكر في جني وهذا لا يعني. البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله شيطان ولا جن. ينفر الشيطان، ينفر من البيت، يعني ما بيحسن يقعد منوم. هذا الإسلام يلي جعل المسلم يعيش دائما في هناء. أما بالبيت عم تتخيل طالعين فايتين خيالات، عم تتخيل ما عم يقرأوا قرآن في البيت وما عم يصلوا في البيت. والإسلام يا ابني، الإسلام أمرنا أن نصلي السنن في البيت، سنة المغرب، سنة العشاء، سنة الظهر، إذا بتلحق الجماعة بيت قريب صلي السنة بالبيت، صلاة الجمعة صلي الجمعة، بتروح تصلي السنة وين؟ بالبيت، ما يروح يضيع السنة عليه، بده يصليها بالبيت. عمر بيتك بالعبادة بالصلاة. البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يدخله شيطان، هذا نظافة البيت من الأرواح الخبيثة، مشان تنظف بيتك من الأرواح الخبيثة. والله أنا بتذكر كانت والدتي رحمة الله عليها كانت تفيقني قبل الفجر بساعة ونص بساعتين مشان أقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران مشان نقرأها في البيت. فأقعد قبل الفجر بساعتين حط المصحف أقعد أقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران
إن النبي عليه الصلاة والسلام سماهن غمامتان أو غيايتان، بخيم على البيت لا يدخله شيطان ولا ساحر ولا كاهن، ما بيأثر عليه. هذا إذا قرئ فيه سورة البقرة وآل عمران، فالمسلم كأنه ضاع منه كثير من الإيمان. فانتبهوا لهالشيء هذا. في بيتك عود بين المغرب والعشاء، ما عندك شيء، ما في درس، عود اقرأ سورة البقرة وآل عمران بعد العشاء، بدل ما أنه نقعد نضيع وقت بدون فائدة، عود اقرأ سورة البقرة وآل عمران في بيتك، فالله يعصم البيت ويحميه من كل شيطان وساحر وكاهن. فلا بقى يتشوش المسلم في جني ولا ما في جني، جن ما في يا ابني، جن يفوت بيت فيه قرآن هذا لا يمكن، شيطان يدخل بيت يقرأ فيه القرآن لا يمكن. فإذا الله وفقنا نعبي بيتنا بتلاوة القرآن. هذا بالنسبة لنظافة البيت. ثم من نظافة البيت طلب الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون بيت المسلم واسعا، أن لا يكون فيه ضيق. قاعد بقطين يحرك حالك، صمد، والله ما عم بحسن. لما بيدريد الإنسان بيحسن يا ابني. المرأة بتساعد الرجل والرجل بيصمد، نحسن القطين نساويهم ثلاثة نساويهم أربعة، مع المدة بيصير. فعليه الصلاة والسلام قال أربع من السعادة، أربع من السعادة، أربع من السعادة: المرأة الصالحة، هي أول سعادة في البيت، المرأة الصالحة. مين الصالحة؟ اللي بتصلي كتير ولا بتصوم كتير؟ التي تصلح بيتها، فيكون بيتها كأنه الورد، دائما الناس يعشقون النظر إليه. المرأة الصالحة والمسكن الواسع صلى الله عليه وسلم. المسكن الواسع، في حديث واسع المرافق، يعني فيه أوض كثيرة. المسكن الواسع، لذلك كانوا آبائنا يسكنوا في بيوت، كل بيت كان 21 أوضة 23 أوضة، منه 32 أوضة كان البيت الواحد، هيك كانت بيوتهم. هلا صارت بيوتنا علب كبريت، علب كبريت، أوضة اثنين بثلاثة، ثلاثة بثلاثة، علب صغيرة. بينما كانت الأوضة كان خمسة بخمسة، الصالون كان 12 متر طول بسبعة عرض، هي كان الصالونات، لا تزال البيوت لهلا القديمة. فهيك النبي حب المسكن الواسع، وفي رواية كثير المرافق، يعني فيه أوض كثير، هذا من السعادة. والجار الصالح كمان هي سعادة، كون جارك مؤمن، وإذا جار مؤمن لا ما بيأذيك ولا بيضرك. والمركب الهنيء، المركب الهنيء يعني هلا تكون سيارة مرسيدس، سيارة واسعة تكون جيدة، وفي سيارة زلحفة. مركب هنيء صلى الله عليه وسلم تتهنى فيه، مركب يكون تتهنى فيه. بما يجيبوا لك فرس تكون أشكيم هيك، أو بسموها رهوانة، فرس رهوانة، بما يجيبوا له بغلة شموس، كل ما بده يطلع تنفض له 20 جوز ورا بعضهم بعض. المركب هنيء،
وأربع من الشقاوة، وأربع من الشقاوة: المرأة السوء، الله يحمينا، أخلاق سيئة، لسانها سيء، لسانها بفري فري، هي شقاء، نسأل الله السلام. والجار السوء كمان شقاء، بيعد عليك، بيعد عليك شوفات إلك، شوفات إلك كم رغيف بيعد عليك. اللهم إنا نعوذ بك من جار يعد نقائصنا ويستر محاسننا، بشوفك على النقائص. والجار السوء والمركب السوء، كمان إذا كان مركب ما هو صالح، اشترى سيارة كل ما بده يمشي 10 كيلومتر بده يصلحها، دائما دائما على التصليح، مركب السوء هذا من الشقاء. والمسكن الضيق، سبحان الله، في شيء الناس يا ابني والله، اللهم صل على سيدنا محمد، قديش عم نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. المسكن الضيق بيعمل ضعف بصر، ضعف بصر، انه البصر عم يعطي هالاشعاع، عم تنكسر الاشعاع الى العين من ضيقه، بينما بيكون مسكن واسع وله منظر بسموها طلة، ما هي له طلة واسعة بيعطي مد بصر، بصير نظره واسع. ليش الإسلام طلب أنه ننظر إلى البحر وننظر إلى السماء وننظر إلى الخضرة؟ لأن الخضرة تعمل أمواج في العين تقوي البصر، والمسافة البعيدة كمان تعطي مد بصر حتى تكون دائما قوي البصر. بين العلم شلون ما التفت عم يصد البصر ما عم يصير عنده مد بصر. الولد بتلاقي صار عمره 12 سنة بده كزلوك، البنت بده كزلوك، ليش؟ حيطان راب، الناس ما عم تنتبه وما حدا عم يحكي، الخطيب بيحكيها هي، يا ترى الخطيب بيعلم فيها؟ لا الخطيب ولا بالتلفزيون ولا، الله يوسع على المسلمين، الله يوسع على كل مؤمن وكل مسلم. المسكن الواسع، أتى سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه، شوفوا هالكرامة من النبي عليه الصلاة والسلام. أتى سيدنا خالد للنبي عليه الصلاة والسلام فشكى ضيق المسكن، انه بيتي ضيق، قطين ضيقين، يعني عايش انا ومرتي، قائد جيش بس البيت بيت ضيق. فقال صلى الله عليه وسلم: ارفع البنيان الى السماء. هذا مين عم يحكي؟ صلى الله عليك يا رسول الله، ارفع البنيان إلى السماء وسل الله السعة. فالقطين إذا عمرنا قطين فوق صاروا 4، وقطين فوق هون صاروا 6، توسعت، صار في توسعة، اطلع عمر طابق تاني وطابق تالت. النبي عم يعلمهم يطلع بالطابق التاني والتالت، ارفع البناء إلى السماء. اللي احنا بيجي للبال انه يطلع لفوق بده يعمر البيت ويوسع، إيه كمان اطلع لفوق، اطلع لفوق، ساوي طابق ثاني وساوي طابق ثالث، وسع. الله يهني اللي بيشتري شقفة ارض وبيعمر. وهيك يا ابني انتوا فكروا، فكر تشتري قطعة ارض ولو 10 قصبات، 10 قصبات بيطلعوا 240 متر، ما هيك أبو أحمد؟ 240 متر، بتعمر 150 متر، شو بيتم معك؟
70 متر هدول بيتموا جنينة قدامك، جنينة. 150 متر تطلع طابقين، ثلاث طوابق، صار معك كم متر؟ 450 متر، يعني نص دنم عمرت. هيك الإسلام وأرضك إلك وسقفك إلك، لا حدا بيطاطئ فيه عليك من فوق ولا بتطاطئ على حدا بيجوا بيخانقوك. هيك الواحد لازم يفكر ابني يشتري قطعة أرض، والحمد لله عنا الشام واسعة، وكل ما عم تتوسع. من أول كان يقولوا برزة، أخي وين رايحين على برزة؟ إيه برزة شو صارت هلا؟ ضمن دمشق على المزة، والله طالعين على المزة. بيش لح تطلع على المزة؟ بده يستأجر حمار، أو بده يستأجر فرس ليطلع، أو بده يطلع بالباص كان للمزة، صارت المزة دمشق. فعم تتوسع لنا، خذ برات البلد قطعة أرض عمرها، كل يا ابني كل شهر ترفع لك عضاضة، كل شهر حط 4 بلوكات 5 بلوكات، مع الزمن ما بتشوف الا ارتفع اول حيط وارتفع ثاني حيط، ارتفعت الاوضة، ثاني اوضة، منطول بالنا سنة زمان بنكون جمعنا بيسعف الاوضة. على مهل خلي مشروع ال5 سنوات، 5 سنوات يصير لك اوضتين ومطبخ، 10 سنوات بيصيروا 4 اوض. اما فرد مره يا بيساوي بيت 15 اوضه فرد مره يا مبدع. لا يا ابني، دائما امشوا بالترتيب. دائما الاسلام علمنا دائما انه الخمر قديش تحرم؟ بمراحل، 4 مراحل. الصلاة 4 مراحل، وانت اعمل بيتك كمان على مراحل. بيحسن الانسان يعيش وبيعيش كريم وبيت واسع 150 متر، وهي بيت فوق، نعمل فوق للنوم وتحت مطبخ وللضيوف. شو بيسموه هذا؟ دولكس، ما هي دوبلكس. يعني هيك الاسلام يا ابني. فالنبي شو عم يقول له لسيدنا خالد؟ ارفع البنيان الى السماء وسل الله السعة، خليه يتوسع بيتك. سبحان الله، صلى الله عليك يا رسول الله. ليش قال له ارفع البناء الى السماء؟ ما معناتها عمر طابق ثاني وثالث بس يا ابني، فيها كمان سر. لما بيرفع البناء الى السماء صار عنده الهواء نقي اكثر، والاكسجين بيكون كل ما طلعنا بيكون الاكسجين اصفى واكثر. اول وحده تهويه اجمل، ثاني وحده اضاءه اكثر. طابق تحتاني اضاءه ولا فوق؟ اضاءه احسن، وشمس اكثر، وهواء احسن، وقله غبار. الغبار ما بيطلع لفوق، الغبار وين بيكون؟ يا ابني هذا نظافة النبي عليه الصلاة والسلام، طلع لفوق. ولما النبي أتى إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، نزل بيت أبو أيوب الأنصاري، نزل تحت ولا فوق؟ نزل تحت، لكن أبو أيوب ما رضي، قال له والله يا رسول الله ما نمنا الليلة أبدا، طلع لفوق. نزلوا بالطابق الفوقاني، شمس أكثر وهواء أكثر. هذا يا ابني اللي بيجلب السعادة والراحة للإنسان. فتنظيف البيت، هلأ أنتوا بالله عليكم مسلمين مصلين أتقياء ما شاء الله حولكم، مين منكم بالله عليكم نظف قدام باب بيته؟ أخذ المقشي وطلع كنس قدام باب البيت، يمكن نادر من الناس اللي بيعملها، مع انه هذا واجب يا ابني. نظفوا، النبي عم يقول افنيتكم، الفناء الوجيبه اللي حول البيت نظفها، غير تنظيف. كل بيت لازم يغرس على بابه شجرتين، شجر على اليمين وشجر على الشمال. كل بيت هالشجره بتعطيك ظل
تعطيك خبرة، تعطيك رائحة طيبة. فإذا جيت والشمس طالعة بتوقف تحت ظل الشجرة، إجا ضيف لعندك الباب بيوقف تحت الشجرة. هيك لازم كل بيت. فلو الحي كل واحد يزرع قدام بيته شجرتين، شو بيصير الحي كله؟ كله أخضر. شو المسلمين شلون صايرين؟ بده يزرع بده يتعب، بلاها. لا، ما في بلاها. الله يوفقنا يا ابني. هذا يا ابني كبير، ثم عليه الصلاة والسلام رغب في نظافة بيت الله، انه بدك تعتني ببيت الله مثل ما بتعتني ببيتك. ما دام الله عز وجل امر سيدنا ابراهيم سيدنا اسماعيل طهرا بيتي، فصلى الله عليه وسلم رغب في طهارة البيت. قبل ما ننتقل لطهارة الجامع بالنسبة للبيت، إن أن سيدنا علي دخل بيتا فوجد فيه عنكبوتا، فماذا قال رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: طهروا بيوتكم من نسيج العنكبوت، طهروا بيوتكم من نسيج العنكبوت، فإن تركه في البيت يورث الفقر. فقر بيفتقر أهل البيت لما بيكون، يعني إذا في وساخة. وساخة من إيش بتجي؟ بتجي من قلة الهمة. شو دخل الفقر؟ فقير وما في مصاري. طيب شو دخلت الوساخة بالفقر؟ فيورث الفقر. سببه وجود عنكبوت في البيت، لأن العنكبوت ممكن ينقب جراثيم، وإذا نقل الجراثيم بدك طبيب وبدك صيدلي، وبدك أنت ما عم تأمن الأكل. فأجتك الإبرة حقها 200 ورقة، علبة الحب حقها 600 ورقة، ما عم تأمن الأكل، فبده يزيد فقره. لذلك نظف البيت، هذا نظافة البيت. وأما نظافة المسجد صلى الله تعالى عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. الدور يعني بالأحياء، كل حي يكون فيه مسجد، وأن تنظف وتطيب. هذا من سنة الإسلام، نظف الجامع ونعطره نطيبه. كانوا يساووا للمساجد بخور، يبخروا المساجد. إذا بخرناه قبل الصلاة 10 دقائق ندخل للجامع ريحة طيبة، أما لما بيجوا المصلين نحط الدخان، الدخان عم يعمل تعب في الرئتين. فقبل ما يدخلوا المصلين من طيب الجامع. هلا ما بقى بدها بخور، هلا في صار مرطف الجو. قديش حق القنينة كلها؟ 100 ورقة. خلي الجامع كل جمعة يجمعوا 100 ورقة، كل واحد لو حط 10 قروش نجمعها، نشتري ملطف، منبخ الجامع، بتتم الرائحة دائما طيبة. هذا تنظيف بيوت الله. مما كان من وقف المسلمين، كانوا يوقفوا للمساجد البخور. التكية السليمانية بتعرفوها، يلي عند المعرض موقوف إلى بخور، في كل يوم موقوف إلى نصف رطل من البخور، يعني 1.5 كيلو بخور كل يوم، نصف رطل من البخور. هي لحالة التكية. نصف رطل وين بدهم يروحوا فيها؟ ده الرطل 2.5 كيلو، يعني 1.25 كيلو بخور. هذا قديش بكفي؟ هني رح يحطوا شوية بخور، مشان دائما تتم الرائحة زكية طيبة.
ما بيدخل الواحد إلى المسجد إلا بيشوف الريحة طيبة. كما أنه كل مسلم المفروض يكون معه طيب. امبارح سألت مين معه طيب؟ أنين الطيب؟ هذا ما معه، هذا ما معه، الثاني ما معه، الثالث ما معه. ليه؟ بينما الإسلام طلب من كل مسلم يكون دائما مطيب عند الصلاة، وطيب يكون ناعم، ما يكون طيب يكون يعني طيب المشايخ الطيب تقيل، هذا خطأ. الطيب تقيل عم يخرش الأنف وعما يجعل وجع. فلذلك طيب ناعم. صلى الله عليه وسلم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر يوم الجمعة أن يغتسل المسلم ويتطيب من طيب أهله، من طيب مرته. المرأة شو طيبها؟ الأنيس، ما هي؟ شو كمان؟ برفان، برفان ناعم، شيء حلو، طيب من عطر أهلك. أما بيجي متعطر لي بأبو فاس، جاي طيب بأبو فاس وفايت على الجامع، والله شيء. والتاني بلقاو، والتالت قال مسك، أنا مسك كافور يلي بيحطوه للأموات متعطر فيه. ابني تعطر بشيء نظافة، إذا كل واحد فايت متعطر، يلي بفوت على الجامع أول ما بيدخل من الباب يقول اللهم صل على سيدنا محمد من الريحة الطيبة. هيك الإسلام طلب من المسلم يبخر بيت الله ويعطر بيت الله، وأن تنظف وتطيب، صلى الله عليه وسلم. وقال في حديثه عليه الصلاة والسلام: ابن المساجد وأخرج القمامة منها، شو القمامة؟ القمامة القش الصغيرة، الوسخة الصغيرة، لأنها تقم قما بيرفعها رفع، الأشياء اللي بتأذي العين تأذي الجامع، هيك الحديث، ما يؤذي العين فهو يؤذي المسجد. فبدك تعتني، واحد قعد ما بيطلع، طلع حواليك، هذا قام أشياء، هذا قام وسخة، هذا كل واحد نظف يلي حواليه بيطلع الجامع نظيف. هلا في الله يرضى عليهم في اخوان بينظفوا الجامع في كل جمعة، بينظفوا الجامع الله يرضى عليهم يزيهم الخير، فبيطلع الجامع كتير نظيف. هلا في عندنا حفلة أظن الجمعة الجاية، بدنا ننظف، بدنا ننظف إن شاء الله التريات والنيونات والساف، تنظيف الجامع في رمضان حتى يكون دائما على نظافة. هذا للحديث صلى الله عليه وسلم: ابن المساجد وأخرجوا القمامة منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال رجل: يا رسول الله، هذه المساجد التي تبنى في الطريق، طريق الحارة الرايح والجاي، هاي المساجد؟ قال: نعم. وإخراج القمامة منها مهور الحور العين، يلي بده يتزوج من الحور العين بيدفع النقد. شو النقد؟ قمامة المسجد. يعني لو واحد يا أهل ترى إجا جاب مقشي وكنس الجامع، بيطالع غبرة؟ خاصة المساجد، في مساجد مساكين إذا واحد صلى إذا سجد ركبه شو بتطلع؟ كلها بيضة، ما في نظافة. خذ أنت مقشي كنس الجامع، تغبر في سبيل الله. غبار المسجد، وسخ المسجد مهر الحور العين. قديش بيطلع؟ كم غبرة، كم وسخة، دفعت النقد.
فلو بالشهر كنس مرة، لو بالسنة كنس جامع مرة، قديش بيكل لك يوم القيامة كم حورية؟ أكثر من 100. ما إيه هذاك يا ابني، النبي عم يقول لك دفع النقد هون، يلي بيدفع النقد هون بيتزوج هنيك. والنقد غالي ولا رخيص؟ النقد رخيص على صاحب الإيمان، أما صاحب النفس أنا كنيس؟ شو أنا أيمتى صرت مكنيس؟ لك يا ابني قيم نفسك مع جنب، خليك دائما متواضع لله، هذا بيت الله كنسه نطفه. فالصحابة كانوا كلهم يقوموا بتنظيف المسجد، بيجي للجامع بيقول له للخادم بيقول له مشان خاطري حط بإيده 10 ورقات مشان خاطري خليني كنس الجامع اليوم. شو بيقول له؟ يكتر 1000 خيرك وبلا 10 ورقات. لا قال له هدول مشان كرمال خاطري، كنس الجامع وقباب. كرامة ولا إهانة؟ هي كرامة. هيك إذا كان يا ابني بدكم تصلوا إلى كرامة الآخرة، وإذا كان بدنا نتم على أنا وأنا ما بكنس وأنا ما من كرامتي كنس وأنا من عيلة كذا، حط الخرج بلا عيلة كذا بلا عيلة كذا، كلياتنا بالهوى بالهوى سوا ابني. مننظف الجامع ومنطهر الجامع ونشتغل، مع انه الحمد لله احنا كل سنة بنقيم السجاد كله ومنروح مننظفه ومنغسله ومنجيبه، هذا كل سنة بعد فضل الله. لذلك جامعكم بفضل الله انظف الجوامع، هذا لله الحمد والشكر فضل الله. لكن بصير بعض الغبار فبده شوية مسح، اما غير جوامع ما بيحسن يصلي فيها الواحد. ريحة السجاد شو بتكون؟ مأنتني، نسأل الله السلامة. فالحمد لله على ما أنعم والحمد لله على ما تفضل. فاليوم أخذنا بالنسبة للبيوت، فلح تنظفوا بيوتكم هلأ أنتو، نظافة البيت عليك ولا على أمك؟ إيه لا خلينا نعرف، عليك نظافة البيت ولا على أمك؟ لا إذا كنت مؤمن إلا ماما أنا علي نظافة البيت اليوم، كنس البيت. ما لك أفضل من رسول الله؟ النبي كنس بيته بإيده، كنس البيت، مساح عن والدتك، خليها تشعر أنك أنت عم تحس بتعبها. فلما بتنظف معها تقعد تدعي لك، لعل دعوة من دعواتها تكون سعادتك كل حياتك. تعملوها ان شاء الله بتكونوا عملتوا بالسنة، هي السنة في البيت. هلا صار في مكنسة كهرباء، ما عاد الا في مكانس من اول الا اشياء صارت نادرة، مكنسة كهرباء كنس مساح. لكن ما تمسح من برا لبرا، ارفع كنار السجادة ومسح تحتها، ارفع السجادة مسح تحتها، تحت الكنبايات، الحيطان، التريات، ما تخلي في واحد اذا شافوه بيشتغل، ما شافوه بيشبله وبالتماشي. لا يا ابني هذا بيتك، ان نظفته نظفته الك، ودخلت الملائكة إله، وإذا ما نظفته أنت لح تخسر تيابني والملائكة ما لح تدخل، يعني بركة ما في بالبيت. خلينا نتخلق يا ابني بإخلاق الإسلام. بدي أكون هيك برمضان تحسنوه. لنشوف نسألكم على كل يوم الأيام مين اللي عم ينظف في بيته. لا تستغربوا مني، أنا بنظف في بيتي، انا بشتغل ببيتي بنظف بيتي كمان، ما في مانع، كنس وبمسح وبجلي ما في مانع. يعني اذا كان عندي فضاء بشتغل، ما عندي فضاء العائلة عم تشتغل الله يرضى عليها، لكن لما بيكون في فضاء بنزل بشتغل.
فخلي المسلم يا ابن يكون ما في كبرياء عنده. لما الانسان بيكنس بيته ما بقى في كبرياء، لما بيحمل غرضه ما عاد في كبر، صار في متواضع، والتواضع عز للمسلم في الدنيا والآخرة. الله يوفقنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. في أسئلة كمان، مشان ما نطول كتير. شاب يخدم العلم وهو في دولة الأغرار، أفطر في رمضان بمشقة الجيش وعدم الراحة، فما علي بعد رمضان؟ كفارة أم أقضي الأيام التي فطرتها؟ لا، عليك القضاء، يعني عليك القضاء. ما تفسير رؤية الإنسان نفسه في المنام وهو عم يعرج؟ لأنه مقصر في بعض الطاعات. زوجتي تشكو من الحكة في جسدها من عدة سنوات، مع العلم أنها استعملت الدواء دون فائدة. خليها تصوم الصيام الطبي بعد رمضان إن شاء الله وتنتهي منها. الرجل نذر نذرا وتوفي ولم يؤدي النذر، النذر لا يسقط، أولاده بيوفوا النذر عنه. امرأة في سن اليأس قطعتها الدورة سنتين متتاليتين، بعدها رأت الدماء، هل تفطر؟ لا، لا تفطر ولا تترك الصلاة، هذا دم فائض، فبتم عم تصلي وعم تصوم ولا شيء في ذلك. إذا كانت الوسخة فرد من أفراد هذا البيت فكيف ننظفه أو نعالجه؟ منعلمها النظافة، منعلمها الأب والأم، لازم نعلمهم النظافة، وساخة ما في، ويلي منعلمه بيتعلم. رجل عنده مصنع للألبسة الجاهزة، بيأتي بالقماش من عند التجار، بيصنع منه ألبسة بيوزعها على المحلات، فله دين عند المحلات وعليه دين على تجارة أقمشة، فماذا يفعل من أجل الديون؟ قديش عليك وقديش إلك؟ إذا اللي إلك أكثر من اللي عليك بيطلع عليك زكاة، وإذا اللي عليك أكثر من اللي إلك ما في عليك زكاة. فدائما بده يكون في عندك الصادر والوارد مشان تعرف أنو اللي أكثر. ما دام في إلك وفي عليك، فإذا حصل معك شيء من اللي إلك بيبيعوا بيوفوا الدين. أليس من جمال الإسلام ولطفه التطيب بالروائح اللطيفة؟ حكيناها، ما هي؟ فإن في المسجد من يتطيب بطيوب بعطور مزعجة مؤلمة للرأس. صحيح صحيح، أنا أساسا ما بحسن شم الريحة الضائحة، خاصة هذا الفواكه اللي طالع عطر شيء زخم، فواكه مشمش وتين وخوخ ودرائن شيء ثقيل يعني. يا الله يستر ما يجيب عطيس بكرة، خليكم على اللطافة. السؤال الأخير، نحن النساء عندنا ذهب من ليرات وأساور وخواتم، شيء نلبسه وشيء لا نلبسه، فكيف نخرج الزكاة؟ بالنسبة لذهب النساء، إذا كان الذهب للرجل تتزين به للرجل فلا زكاة عليه، أما إذا كان مشان الاستقبالات مشان الروحة والجاية ففي عليه زكاة. قديش حق الذهبات؟ بيطلعوا 100,000، بتطالع عليه هون 2500. ايه مات الرجل بتشغل هون او بتطالع عليه هون زكاة. الصيام الطبي ينفع من تساقط الشعر؟
إيه على كل كمان في فائدة للشعر كبيرة، على كل تحت إشراف الطبيب. هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام نية النوم؟ ما ورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات، والنوم عمل ولا ما عمل؟ عمل. فإذا لا بد له. ما تتمت حديث سيدنا علي بيتا فيه خيط من العنكبوت، ما كملت لكم يا كملناه، ما هي يورث الفقراء. وفقنا الله وإياكم ومع سلامة